كامري 2022 ووصلت فئة LE، خلونا نتعرف عليها وبسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد أوقاتكم بكل خير متابعين الكرام، وتغطيتنا اليوم من مؤسسة عبد الرحمن عماد الدين للسيارات الرياض حي المنار شارع الشيخ عبد الرحمن بن عبد اللطيف. للمزيد من التفاصيل أسعد أخوة الكرام زيارتكم لصندوق الوصف أسفل الفيديو، في كثير أشياء تهمك هناك. طبعا متابعين الكرام، التغطية عن تويوتا كامري فئة LE 2022 اللي بنتعرف عليها وعلى أهم المواصفات والمزايا. وللمعلومية الفئة اللي أقل منها اسمها LE Standard، السعر حدود 116,500. طبعا نتكلم عن تاريخ الفيديو، السعر هذا احتمال ينزل احتمال يطلع، الله أعلم على الأيام القادمة. برضو طبعا ممكن تشوفها يوم الأيام بسعر أرخص من هذا، قد تطلبها من الوكيل برضو بحجم مسبق وتأخذها بسعر أفضل. يسعد أخواني الكرام اشتراككم بالقناة، قناتي متخصصة بالسيارات، ويمكنكم إضافة حساباتي بمواقع التواصل الاجتماعي سناب شات تويتر انستغرام على تيك توك. تويوتا كامري سيارة سيدان متوسط الحجم، تنافس هوندا أكورد، تنافس نيسان ألتيما، تنافس مازدا 6، لا ننسى كيا كي 5 وهيونداي سوناتا وشفرلي ماليبو. السيارة تجي بأسواقنا بعدة محركات بعدة فئات، سيارة مرغوبة مميزة جميلة عملية، ما شاء الله تبارك الرحمن من أكثر السيارات مبيعا بفئتها. اللي تجي لأسواقنا طبعا ياباني، تجميع ياباني، بعض الأسواق العالمية تجيه مثلا في بعض الدول تكون تجميع أمريكي إلى آخره، هذا حسب الدولة. محرك 2500 سي سي 4 سلندر اللي هو الأصغر يعتبر، كوارد الوكيل 204 حصان تقريبا، مع جير أوتوماتيك 8 سرعات تابترونيك، نظام الدفع فهو أمامي. المواصفات الخارجية بحكم أن فئة الإي تعتبر من الأقل فئات، فما راح نشوف إلا إضاءات الإيدية بالمقدمة، أنوار الإيدي نهارية نور عالي واطي الإيدي. طبعا عندنا الحساسات الأمامية، بس أطلع لكم المنتج حقها. طبعا الحساسات الأمامية والخلفية المساعدة للوقوف حسب موقع الوكيل أنها صنعة في الصين، منتجات مصنوعة في الصين. طبعا جنوط السيارة، هذه جنوط السيارة مقاس 16 إنش، مقاس الكفر 205/65، الكفرات من نوع برجستون. كذلك جنوط السيارة ألمنيوم مقاس 16، صنع في تايلاند. السيارة فيها إشارات بالمراية، اللون أبيض لؤلؤي على فكرة الأمامي. نروح للخلف، طبعا زي ما ذكرنا أن الحساسات أمامية وخلفية صنعة في الصين، أضواءها الخلفية عادية هيلوجينية، أنوار اللوحة الخلفية LED، طبعا فيها كاميرا خلفية مع الشاشة، طبعا الكاميرا الخلفية صنعة في الصين. بالنسبة لصرفية الوقود، كل لتر بنزين 18.3 بتقييم ممتاز بلس، وبنزين 91. نفتح شنطة السيارة، طبعا هذه هي شنطة السيارة. عندنا في حقيبة إضافية من الوكيل، طبعا حقيبة الإسعافات برضو صنعة في الصين. عندنا الفرشات هذه طبعا تايلاند، طبعا هذه كلها اكسسوارات يا جماعة الخير قاعدين نتكلم عنها، لكن سيارة ياباني تجميع ياباني. الحين جي واحد نطفي النور، يعني سيارة تجميع مدري وين تجميع، لا ما له دخل. السيارة البودي المكينة المراتب كل شيء في اليابان، في اكسسوارات طبعا. يعني الوكيل يبغى يميز فئة الستاندر شوي، يخلي فيه مجال مثلا ما يقدر يشتري نصف ال او مثلا مو حاب يشتري، يبغى ما يقدر يشتري الجي ال اي، وحاب يكون في بعض الاوبشن على فئة ال اي يعطيه المواصفات هذه. وبالاول والاخير هذه المنتجات نفسها مع ضمان السيارة، هي منتجات معتمدة من تويوتا. طبعا سبير السيارة عادي، الجنوط الستاندر زي ما ذكرنا، الجنوط هذه اللي من برا إضافية. طبعا ستيكر البنزين أتوقع أنه تايلاند، صراحة مستيكر يعني ما راح يأثر، لكن مذكور في جنوب أفريقيا مو بتايلاند، ملصق نوع الوقود في جنوب أفريقيا. طيب يا جماعة الخير، هذه السيارة من الداخل، مقاعد قماش، ان
زجاج كهربائي، هذه من الخلف، تكاية خلفية بحاملة أكواب، ونثبت مقاعد الأطفال، فتحات التكييف الخلفية. طبعا الكامري ما يحتاج، ما شاء الله حجمه الداخلي ممتاز. نور السقف هنا جين، هذا بالأمام شوفوا، صراحة ستيكر جديد يا شباب، يا كامري اللي اللي رقم الهيكل. طبعا الكامري تيجي أسواقنا ياباني، تجميع ياباني، سيارة كلها ياباني، بس الإكسسوارات زي الشاشة زي الجنوط الحساسات هذه إضافية من الوكيل. مو بكل الكوامري، في فئات تجي شد مصنع، في فئات المتدنية درجات متدنية تجي إضافية من الوكيل زي ما ذكرنا، عشان الوكيل يعطي مجال. مثلا واحد ما يبغى فتحة، ما بس وده بشاشة، أوكي خذ هذه الفئة فيها شاشة وفيها حساسات، يعني قرب ما بين الفئات. على فكرة يجي واحد يقول طيب ليش كذا، على فكرة يعني ممكن تشتري أفالون في أمريكا فل كامل بدون حساسات عادي جدا، ويا ما صارت يعني. زجاجة بالكامل كهربائي، أوتلمسة واحدة، سنتر لوك، مقابض أبواب كروم، مراية كهربائية تراكشن، الحساسات طفية شغلة طريقة الزر، فتح الشنطة الخلفية، وعندنا فتح غطاء تنك البنزين، ودرس صغير، ودركسون السيارة طبعا ثلاثي، مثبت السرعة، التحكم بالنظام الصوتي، وعندنا التحكم بعداد الرحلات اللي يجي باللغة العربية، مستوى صرفية الوقود إلى آخره، معلومات مهمة بالنسبة للسائق موجودة داخل العداد. طيب في حاجة مهمة، هذا منبه طبعا، هذا البوري إضافي، طبعا هذا هو منبه فاخر بوري صنع في اندونيسيا اللي هو هذا البوري، برضه منتجات معتمده من تويوتا. الانوار اوتو بحيث انها تلقيها بالنهار تطفي بالليل تشتغل، لمبه الضبابه خلفيه، تريب تحكم في مستضعفات داخليه العدادات، وعصا مساحات الزجاج هنا، مفاتيح السياره ريموت، اغلاق السنتر لوك، فتح السنتر لوك، فتح الشنطه، قفل الشنطه خلفيه، وجهاز انذار، هذه مفاتيحها. ننتقل الى الشاشه زي ما ذكرنا الاضافيه من الوكيل، خلينا نشوف وش الشاشه. طبعا الدعوه ما هي يعني اسرار، وكيل موضح كل شيء في الموقع، الاكسسوارات الاضافيه هذه هي. طبعا وين شاشه السياره؟ بسم الله، كاميرا صراحه مو واضح، صراحه مو واضح. عموما هذه هي الشاشه، فيها اندرويد اوتو، ابل كار بلاي، كاميرا خلفية، طبعا حلاوة يعني صراحة ما يحتاج انك تغير شاشة اكبر، انا صراحة اشوفها اوفر، خلاص فعليا السيارات العملية بالحجم هذا تكفيها الشاشة هذه. انت وش تبي، خريطة تبي شيء، اما الشاشات الكبيرة هذه بتكون راكب مثلا سيارة تسلا وعندك كثير قوائم وتبغى دنيا، فشوف الشاشة يعني الكبيرة حلوة. لكن فعليا ترى انا من نوع الانسان احب الشاشة تكون معلومات أساسية، في عندك المكيف أزرار، تحس في أزرار في السيارة. طيب مكيف السيارة يدوي، شاحن لاسلكي، خليني برضه أشوف لكم الشاحن اللاسلكي، شاحن لاسلكي إضافي، يا جماعة الخير صنع في تايوان. طبعا الشاحن جوا هذا هو، فميزة جميلة صراحة الشاحن اللاسلكي. عندنا هنا منفذ الطاقة اللي هو 12 فولت و 120 واط، قير سيارة أوتوماتيك، ثمان سرعات توبترونيك، أوتو هولد للجرانت الكهربائي، حاملات أكواب عدد اثنين، تكاية بالوسط، هذه التكاية، المراية الداخلية عادية ما هي تعتيم، أنوار السقف LED، بيت النظارة، شماس السائق فيها مراية مع إنارة LED. هذا الخياط موجود أمام الراكب. طبعا بالنسبة للأمن والسلامة فهي فرامل ABS، نظام الثبات الالكتروني، حساس كفرات، ارباقات للساق والراكب، ارباق للساق والراكب، وعدد 5 حزمات امان. اتمنى ما كنت طولت عليكم متابعيني الكرام. هذه تويوتا كامري فئه ال اي، وارد الوكيل شركه عبد اللطيف جميل، زي ما ذكرنا في فئه اقل منها اسمها ال اي ستاندر، اللي تجي طياس ان شاء الله اذا جت نصورها لكم،
وإذا حابين نقارن هذه مع هيونداي سوناتا 2022 ما عندكم مشكلة، فئة الستاندر، ونشوف مين يتفوق على الثاني بالمواصفات بالشكل بكثير أشياء. فأبد اكتبوا لي في التعليقات متابعيني الكرام، طولت عليكم فعلا، السلام عليكم.